نظم التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة اليوم السبت حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة أعياد الثورة اليمنية والذكرى 52 لعيد الاستقلال 30 من نوفمبر المجيد. بمناسبة أعياد الثورة اليمنية والذكرى 52 من نوفمبر المجيد، نظم التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة حفلا خطابيا وفنيا بحضور وزير الثروة السمكية الأستاذ فهد سليم كفاين ورئيس فرع الحزب المحافظة الأستاذ مختار بن عويض. وخلال كلمته التي ألقاها في الحفل قال الوزير كفاين بأن اتفاق الرياض يحقق وحدة الصف اليمني. يقود اليوم الرئيس المناضل عبد الرب منصور هادي مرحلة حرجة في الدفاع عن مبادئ الثورة وعن مبادئ الجمهورية، ويقود أيضا مرحلة من السلم ومن الاتفاق ممثلا باتفاق الرياض الذي وقعته الشرعية قوة لا ضعفا وانحيازا للسلام ولوحدة الصف لا تنازلا. وإن كان من تأكيد ينبغي التأكيد على أهمية إتمام هذا الاتفاق وتنفيذه وعدم الرجوع منه، الذي يمثل فرصة ذهبية لليمنيين عامة وللجنوبيين خاصة في رعب الصف والوقوف أمام التشرذم وأمام التمزق. وفي الفعالية دعا رئيس التجمع اليمني للإصلاح بالمهرة مختار بن عويض إلى تجسيد شعار المهرة أولا على أرض الواقع. إن مقولة المهرة أولا يجب أن لا يكون شعارا يتغنى به البعض، بل يجب أن يجسد هذا في الواقع، ويجب أن لا نسمح بمزيد من الانقسام، وأن نرفض المال السياسي الذي أفسد الحرث والنسل، وأن نتجه جميعا صفا واحدا نحو البناء والتنمية، وأن يستفاد من موارد المحافظة وأن تصب في الإعمار والخدمات، وأن لا نسمح أن نكون أو أن تكون المهرة ساحة لتصفية الصراعات، وأن لا تنقل صراعات المحافظات الأخرى لهذه المحافظة التي أصبحت قبلة كل اليمنيين بسلمها وأمنها وطيبة أهلها. وفي كلمة للمرأة طالبت رئيسة الدائرة السياسية والإعلامية للقطاع النسوي بإصلاح المهرة بصار مصبح بتمكين المرأة المهرية وتعزيز حضورها في كافة المؤسسات الحكومية. وندعو من خلال هذه الفعالية إلى تمكين المرأة المهرية وتعزيز دورها في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة وتأهيلها بمختلف التخصصات وتشجيعها على تقديم الأفضل دائما. وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والقصائد الشعرية. ويا يمن ترابك الطاهر نبيل، لا عاش يا دار الحضارة من أهالك ولا غناها اللي يبيعك بالقليل. احتفال بذكرى 30 من نوفمبر، احتفال بعيد الاستقلال، عيد الحرية، عيد استعادة وطن. مراد عبد الرزاق لقناة سهيل الفضائية، المهرة.